السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نستخدم برنامج سويت ووم 3D عشان ترسم الحوائط. ده هنا 2D وهنا هتلاقي ال 3D. هقول له انا عايز ارسم حوائط وهبدأ ارسم اول حوائط عندي. ممكن مثلا تبدأ ترسم الحوائط الخارجية مثلا، تمام، وبعد كده هتدوس رايت كليك او اسكيب عشان تخرج من الامر، وتبدأ مثلا تقسم الشقة بتاعتك بالشكل دوت. تقدر في أي لحظة تقول له أنا عايز أستخدم دوت، تقدر تعمل سيلكت تغير في الحوائط، هو أوتوماتيك بيغير في الحوائط والحوائط الملتحقة بيها أو اللي جنبيها. تقدر تسحب كده تعملها زي أرك أو كيرف بالشكل دوت، تقدر تسحب دوت. هنا تبدأ تخلي كيرف. طيب لو عايز احركه بس تيجي هنا وتبدأ تحرك الحوائط زي ما انت عايز. هنا هبدأ اعمل له روتيت عشان اشوف المبنى من كل الجوانب بتاعته، او تقدر تحرك من هنا زي ما انت عايز. ممكن تعمل سيلكت على اي حائط وتدوس ديليت بحيث تلغيه لو حابب يعني.